رقمي تي في. السلام عليكم يا طيبين، انا خليفة الهارون معروف كمستر كيو مع رقمي تي في، وراي الميدان في دبي. انا موجود لان بروح حق مهرجان يوتيوب. جاهزين؟ تعالوا معاي. يحتاجون 3 اشخاص عشان يصورون سيلفي، شفتوا؟ وطبعا ما يصير ان احنا نسوي فيديو وما عندنا اخونا ابراهيم. سلامي، كيف الحال؟ شو اخبارك مان؟ واتس جوين اون؟ الاخبار واتس جوين اون؟ يعني nothing is going on man. just going to do and chilling here. احب اقول لكم كلكم انكم وحشتونا، تابعونا تلفاز 11 وتابعوا الجميل هذا، ما يحتاج نار على علم. واحنا موجودين في المهرجان، بس شوفوا من معاي، شوفوا من معاي. جاسم العلي من كلمة راس. عيونك يا هلا حبيبنا. شو علومك؟ شلونك؟ مين شفت اليوم؟ كفاية ان انا موجود لله. سمعتوه؟ سمعتوه ان شاء الله. السلام عليكم، معاكم عبد العزيز وعبد الله من Saudi Reporters. عبد الله، الشانل حقنا عبارة عن ايش؟ ارسال رسائل كوميدية رسائل ايجابية بطريقة كوميدية كات. فالحلو في برنامجنا انه مو بس يعني شيء مختص بشيء معين، في ثلاث اشياء، في تشالنجز، انتراكتنج وذ اور فانز، و فلوجز. فيعني لا يفوتكم. سلام. السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية يا جماعة. معاكم اخوكم نواف سويد من قناة كانت كويت ايفون. اولا حاب اشكر اخوي خليفة انه خلاني اطلع بقناتكم الجميلة رقمي تي في. انا اسوي فيديوهات عن ابل برودكتس وخدمات ابل مينلي، وممكن اروح عن التقنية بشكل اكبر. سعيد جدا بمقابلة اخواني بفريق رقمي، سعيد جدا بالتعاون معهم، واتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله بحياتهم واللي قاعدين يسوونه شيء قوي. ودي ابوق شغلهم، بس ان شاء الله الايام جايه وراح ابوق ان شاء الله. اوكي، موفقين ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم عبد الله حسن اي كي اي بيكلز من فريق اكسترافا جيمنج، وحاب اشكر فريق رقمي تي في على الفيديو هذا الحلو. وفريقنا بشكل مختصر يختص بالجيمنج وكل انواع الجيمنج، الانبوكسنج، الريفيوز، الايفنتات اللي قاعد تصير، والجيم بلايز ومن هالاشياء هذه. وان شاء الله هذه ما تكون اخر تعاون بيننا وبين القنوات الثانيه باليوتيوب، ويعطيكم العافيه.